السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المشاهدين وأبنائي، آمل أن الحلقة الأولى كانت يعني مختصرة، والعيشة والذاكرة هذه اللي ذكرتها ومن العيشة اللي موجودة وعرفتها. الحين احنا في الحلقة الثانية وهي أهم حلقة مفصلية في تاريخ عمان ونهضتها، اللي هي من 70 إلى 75، واللي عايش الفترة هذه ناس بقت قليلة جدا، والشباب الجديد ما يعرفوا عنها كثير من معلوماتنا، ونحن بنبدأ فيها. أولا تصوروا في عمان التليفون مش موجود فيها، تكلم على الجنوب، أنا اللي نحن السلطان بدأنا لا عندنا تليفون ولا عندنا أي اتصالات، وأظن الحكومة تكون اتصالاتها ضعيفة، والسلطان سعيد بن تيمور البلد كان مغلق كامل، ما له علاقات دولية مع أي دولة، ويعني عمان متقوقعة على حالها. وأول السلطان ما بدأ به كلمته هي الخالدة إلى نهاية التاريخ، وسوف يذكر مع العظماء السلطان قابوس، ألا وهي سوف نعلم أبناءنا لو تحت ظلال الشجر. الحين هذا من 70 إلى 75 في شقين، مش شق واحد، شق واحد عسكري وشق واحد التنمية الاجتماعية والناس. احنا بنبدأ أولا بالبشر اللي هم عماد الأرض وأساسها، وهم اللي يكونوا الدولة. في عام حكم السلطان قابوس، وأول ما أشر على التعليم، وفعليا كان عندنا مدرسة واحدة، وأول ما درسنا نحن فيها كنا على دفعتين، دفعة صباحية تدرس ووحدة مسائية. واستجلب ان الله يرحمه السلطان قابوس مدرسين من الخارج، من ضمنهم سودانيين ومصريين وهذا، وبدأت البلد. وكذلك أول خطوة سواها بعد التعليم الدراسة هو الصحة، أنشأ مستشفى. المستشفى هذا بدأت الناس تتعالج فيه ويساعد الناس، وبعدين يعني بدأ في التوسيع الخدمات التعليمية والصحية في الأماكن الرئيسية، كانوا بدوا أطباء يجوا. على سبيل المثل احنا الطلبة اللي عندنا في البادية كانوا الحكومة، سلطان الله يرحمه، كانت الحكومة تعطي كل طالب 30 ريال عماني ويروح المدرسة. 30 ريال عماني كانت رواتب الناس 50 ريال، فهي تقريبا ما قيمة موظف يعطونه عشان الناس تجي من البادية وتدخل المدارس وتعلم أولادها. فكان صاحب الجلالة جزاه الله خير كان يعطي كل طالب 30 ريال، ومشى هذا الأمر إلى فترة طويلة. كذلك الناس اللي كانوا وأنشأ مدرسة اسمها مدرسة السلطان قابوس لأبناء الشهداء اللي توفوا في المعارك، وهذا كانت أولادهم مدارس ويتامى وهذا، وأنشأ قسم داخلي لأبناء المناطق البعيدة مثل الثانوية العامة ما توجد في مناطقهم، أنشأ لهم قسم داخلي ومستاجرين لهم في عمارات ويدرسوهم ويعاشة وكل حاجة. والله يرحمه قابوس صراحة في هذا المجال إلى آخر لحظة في حياته وهو مهتم به، اللي هو صحة الإنسان والتعليم، ولأن الدول ما تنظل بالتعليم وفعليا هذا الكلام والصحة. فأنشأ لنا مدارس جزاه الله خير، ومثل ما قلنا لكم يعني رواتب، وبدأ في تطوير الشوارع وفي الإضاءة، لأن ما كانت عندنا إضاءة نهائيا لا في البيوت ولا في الشارع، بدأ في الشارع وفي الإضاءة، وفي شركات جت بالبداية تسوي شوارع محدودة هي، لكن بداية هي الموجودة، وبدت شوي شوي تنتشر السيارات، وبدت الخدمات، والناس حصلوا نعيم النهضة. وكانت الدولة أي إنسان جاء من منطقة تعطيه يعني مساعدة لأهله ولأولاده ولكل حاجة، ما كانوا مقصرين. يعني الحكومة في جميع المراكز أنشأت مراكز لخدمة المواطن لحيواناته،
لكل مجال فيه تنمية بدأ فيه السلطان، من ضمنهن عيادات دكاترة بيطريين، من ضمن التهجين للأبقار. ترى أبقار صلالة كانت نوعية قوية ولكن ما كان فيها وزن للحم أو إنتاج لبن عالي، لكن هي متكيفة مع البيئة. وبدأ في التهجين وبدأ يشق الطرق في الجبال وفي البوادي، ترابية هي في البداية، والأمور تسلكت وتسهلت. كذلك الطيران كانت عندهم طائرات صغيرة بس كانت عملية، كانت تسمى السيفان، كانت تنطلق 200 متر وتقلع. وكون هذه الطائرة يعني تنطلق من مسافة قصيرة وتقلع، كان أي إنسان مريض في أي بادية أو في جبال أو في أي مكان وعنده مركز قريب للجيش أو شيء، كانت تستدعى الطائرة في ثوان في خدمة المواطن على طول. ولله الحمد والناس جتها الصحة وقلت الوفيات والتطعيم جاء، طعم يعني عمان. يعني إذا قلت لكم شيء يمكن في العالم ما في زيه، الله يرحمه السلطان قابوس وزارة الصحة كانوا عندهم سيارات لاند كروزر فيها ممرضة وفيها دكتور وفيها سائق، تمشي وسط الوديان أو وسط مساكن الناس البادية اللي بعيدين، تتفقد أطفالهم وحريمهم وتعطيهم الصحة الأدوية كل حاجة، بدل ما تروح المستشفى المستشفى يجي عندك وبسرعة. هذا الأمور يعني بدت سريعة جدا، ويعني ما أحتاج حد يروح مثل من بادية ما عنده سيارة ولا عنده شيء إنه يروح، لا، تجي السيارة والمستشفى وأدويته معاه ويتابعون حالته. والحمد لله تطورت البلد تطور كبير وكثير. القسم الثاني اللي من 70 إلى 75 اللي هو يعني هو تثبيت الدولة بالضبط. الحين السلطان قابوس لو نظرت إليه ويعني سلطان شاب 29 سنة، ما له علاقات مع أحد، ما له أصدقاء دول، يعني ما لها يعني بلد، ما حد يعرف أن عمان موجودة في عهده في العهد اللي قبله، اسم دولة عمان فقط. فقابوس يعني بسرعة البرق بنى علاقات دولية والجامعة العربية وتواصل مع الملك فيصل وتواصل مع الخليج وتواصل مع العالم كله، وشخصية صاحب الجلالة محبوبة فالناس حبته، وعلى طول تجاوبوا معه دول العالم. وعمان لها احترامها الدولي، صاحب الجلالة بنى لها احترامها الدولي سواء كان عند شعوب أو عند دول بسياسته الحكيمة. فالسلطان الله يرحمه ويغفر له أيوة بدأ في هذا. الحين نحن تواجهنا ثورة مسلحة قوية، ما عندنا شيء، الطرق في الجبال زيرو يعني مشاة، الطيران ما يقدر يهاجم ولا يقدر يسوي شيء، والظروف صعبة جدا. الجيش العماني موجود والفرق الوطنية لها دور كبير كونها تعرف المنطقة، وجنود يمشون يعني بالرجل ويطلعوا الأماكن وعزيمتهم قوية، ويعرفوا الخدع والأشراك اللي تعملها الثورة لأنهم جزء منهم كانوا فيه. ولا ننسى شيء، أن السلطان لما حكم قال كلمة وطبقها إلين مات، عفى الله عما سلف. كل ذنب كان أو كل مشكلة كانت قبل حكمه فكانت هي يعني خلاص ممحية، عهد جديد، عمر جديد، دولة جديدة. ومثل كلمة الخالدة اللي قالها يوسف بن علوي اللي كان يعلق على كل موضوع، الرحمة فوق القانون. فكانت هذه ميزة عجيبة فيه، إنه رحيم وكريم ولا يسأل، يعني ما كان يعني شديد على الناس، وكان يتفقد الناس. وأيام الثورة كان يتفقدهم في سيارات خاصة وفي تقاسي، وقف للناس في كل مكان، إذا بغيت تلاقي سلطان انتظر بتشوفه.
الحمد لله بعد هذه الأحداث تقريبا بدأت المقومات للدولة من اتصالات ومن مواصلات ومن أشياء كثيرة. وبداية العهد السلطان كانت تجينا سيارات يعني تجمع الناس في الحارة وتشغلهم ثقافية، أفلام ثقافية عن الصحة وعن يعني الملاريا كانوا، وعن أشياء كثيرة، والناس ما تعرف التلفزيون أو تعرف شيء، وتروح وتشوف هذه الثقافية وإيش يضر وإيش ينفع، مثل ناشونال جيوغرافي كانت سيارة تيجي وتشغل المونيتر هذا. وبعدين طور بدأ يفتح لنا التلفزيون في عمان، وساعات محدودة كان يشتغل 3-4 ساعات. تصوروا إن التلفزيون كان في الحارة وترابية، والناس العوائل تتجمع تشوف التلفزيون، وفي كل منطقة مسوين تلفزيون لأن الناس ما كانت تملك تلفزيونات، وكان إيصال التيار الكهربائي من عمود الكهرباء مباشرة. وبعدين بدأت الحالة تحسن، الناس كلها كانت تشوف التلفزيون في الشارع تجمع، وكان مغطينه من المطر وهذا بصندوق ألمنيوم خشبي ومرفوع فوق، والناس محافظة عليه وتتابع برنامجه. هذه إلى 75، وفي 75 من 70 إلى 75 قابوس أنشأ ميناء ريسوت، وأنشأ طريق له على ما أذكر اشتغلتها شركة بريطانية اسمها تيلو ودرو، اشتغلت هذا والمينا اشتغلته أوكتيف، ما أعرف من إيش من بلد، لكن المينا بدايته يعني سووه واستقبل الأشياء بديل ما تستقبل في البحر، وبعض الأحيان مع موسم الخريف ما تقدر توقف هذه السفن في البحر لأن الموج عالي، ويجيبوا بقارب صغير، فبدوا ينشئوا مينا. أول ما حكم السلطان أنشأ مينا، يعني مقومات الدولة بدت وإن كانت بسيطة متواضعة لكنها بدت، ولأن المواطنين قليلين كانوا، ما كانوا كثير مواطنين، يعني لما الناس يعني بدت الصحة زينة وكذي 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 بدت يعني الأمور مشت مع بعضها بعض، بدت الناس تكثر. وما شاء الله اللي كنا ما متخيلين حد يوصلها الحين، ما تجد شبر إلا فيه بيت مسكن ولا شارع إلا متروس سيارات، يعني بدأت تنبض الحياة في الوقت الحالي شيء عجيب. نحن عشنا الفترة الأولية كانت أشياء قليلة والسكان قليل والأشياء قليلة، وقابوس الله يرحمه اهتم بالصحة، ويعني صارت الوفيات قليلة جدا نادرة، أول زمان إذا جوا 10 6 يموتون 7 يبقى 1 2 والله يرحمه. بعد قابوس نادرا سارت العملية القيصرية، سارت الأشياء الكثيرة لإنقاذ الأم وطفلها والتحصينات، ما عاد حد ناس كانت لما تجي الحصبة أو هذه الحصبة أو الحصبة الألمانية تشيكن بوكس الألمانية هذه كانت تقتل الناس، ما في دواء لها ولا في تحصين وسخونة ويموتون الناس. كذلك المياه كانت ملوثة، يعني مياه غير صافية. في السبعينيات السلطان يعني بدأوا يسووا دائرة المياه اللي هي توصل المياه نظيفة ومبسترة، والأمور مشيت الحمد لله. يعني 75 نقول اكتمل الأساس، وبعدين كان الانطلاق إلى الأفضل. وإحنا في نهاية الحلقة أول مرة نظهر على الميديا هذه اللي هي وثائقية الظفار قناة، وأتمنى أن تكون حازت على إعجابكم ورضاكم، وهذا إلا بالذاكرة اللي موجود نقوله، قد يكون في نقصان وقد يكون في زيادة وقد يكون شيء ما تلفينا له في هذه الفترة اللي هي 5 سنوات، لكن هذه 5 سنوات هي المفصلية في عمان.